السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في جولة في المسبح الكبير بمدينة الرباط. مسبح كبير بطاقة استيعابية 10,000 سائح ولا زائر، وفقط الثمن ديالو 10 دراهم. رخيص جدا جدا، متوفرين فيه الكراسي والباراسولات وكلشي بمجان. الحمامات نظيفة، كلشي زوين، الأمن موجود بكثرة، النظافة كذلك متوفرة، والثمن ديالو فقط 10 دراهم، والدراري الصغار ما كيخلصوش. اذا هانتوما معايا ان شاء الله في جوله في هذا المسبح الكبير، حتى تشوفوه من داخل، تشوفوا شنو متوفر فيه. بالنسبه للمكان ديالو راجع حدا اقامه الصباح مدينه الرباط، ما بعيدش بزاف على المحطه ديال القمره. الثمن كيف قلت لكم 10 دراهم، والاثمنه ديال كل شيء لداخل راها رخيصه، يعني الاثمنه ديال الاكل، ديال المثلجات، ديال كل شيء رخيصه. مكان زوين يعني اللي هكذا عند الوليدات بغى يفرحهم، وبثمن اللي هو رمزي، يعني ما ماشي مكلف نهائيا. 10 دراهم متوفر فيه كيف قلت لكم الكراسه، الباراسولات، كل شيء نقي، كل شيء نظيف، الامن موجود. اذا هانتوما معايا ان شاء الله جوله في المسبح الكبير. كذلك متوفر فيه حتى تنشيط الاطفال، يعني كتلقاو دائما تنشيط هكذا، يعني شي حاجات اللي كيعجبوا اللي كيعجبوا الوليدات. اذا خليكم مع الفيديو حتى للاخير، وما تنساوش يعجبكم الفيديو تخليو لنا الاعجاب.
الله.